Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyul musyahidun. Tahiyati wa salami alaikum ma'an nashrati hadal akhbar al-muwafiq biyawmi sabat at-tarih sanidi asar misyari mayu sarat alfin wa aida wa ishrim. Ma'i Ahmad Nurul Ilma wa hadihiya al-akhbar majdubat al-yawm. Jakarta, Waziruddin Indonesia, Yaqut Khairul Komas, mutafailun bi anna mamlakah al-Arabiyah Saudiyah sataftatihu musimul haji fi hadzal 'am. Ala rami man anna mamlakah al-Arabiyah lam tatamakkan hatta al-an bi tawfir yakin bi sya'ni virus corona. Qala Waziruddin Indonesia fi istima'i 'amalin ma'a lajnah tsaminah li majlis an-nawam bi Indonesia allati tammat muraqabatiha taqriban yawmal itsnin. Nahnu mutafailuna bi anna imkaniyati iqamati faridatil hajji hadzal 'am la tazalu maftuha. Wahada yatamayyazu bi tat'imi fil mamlakati al-Arabiyyah as-Saudiyyah wa kadhalika fi Indonesia fi siyaqi tasdihi li wabai COVID-19. عامل آخر يجعل يقود متفائلا بأن حكومة المملكة العربية السعودية تخطط لفتح رحلات دولية في مايو سنة 2021 وهي تختلف عن العام الماضي عندما أغلقت السلطات السعودية جميع رحلات جوية أجنبية بما في ذلك خلال موسم الحج. على الرغم من أن الحكومة الإندونيسية لا تزال تعاني في عدم اليقين، فقد أعدت الحكومة الإندونيسية عدة سيناريوهات لتنفيذ مناسك الحج إذا فتحت الحكومة السعودية الوصول إلى الأرض المقدسة للحجاج الإندونيسيين في منتصف الطريق. السيناريو الذي أعدته وزارة الدين الإندونيسية هو مخطط يتعلق بالبروتوكول الصحيح من منظور دولي، مما يعني أنه يشير إلى بروتوكول يتم تطبيقه عالميا في العديد من البلدان، ثم تشمل السيناريوهات المؤدى حركة الحجاج في الأرض المقدسة ومدة إقامتهم إلى جانب الحج أثناء الجائحة. ومن ناحية أخرى، تواصل وزارة الدين الإندونيسية أيضا التواصل مع عدد من الجهات مثل سفير المملكة العربية السعودية في إندونيسيا ووزير شؤون الحج والعمرة والمؤسسات الأخرى ذات صلة لضمان موسم الحج لهذا العام. أيها المشاهدون، وصلنا في انتهاء الفرصة. اسمي أحمد نور لنها وجميع العمال نشكركم على اهتمامكم. إلى اللقاء مع السلامة، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.